نعتذر شوية على التأخير اللي حابين الفريق، حابين نكمل المقابلة باعتبار ان الكلام باش يكون في جزء كبير فيه على احباء الكلوب بطبيعة وحقائق تاريخية بتهم نادي الفريق. هيك ولا صالح؟ ان شاء الله. ما عندكش حاجة تحبش تحكي فيها ولا موضوع هكا تحفظ عليه ولا حاجة؟ لا لا لا، خايم من تو نبداو واضحين. لا لا لا. باهي اكيد كنت تابع في المقابلة، كنت حتى في الملعب الشوط الأول تبعته، كيف شفت اليوم الملعب المقابل؟ والله قبل كل شيء نحب نهني الناس كل باللي شفته، الامبيونس اللي عندنا بوند ما ريناهاش، الامبيونس الموجوده في استاد المنزه، استاد رادس، استاد حماد العقربي الله يرحمه، تنظيم محكم، جماهير غفيره جدا. صحيح فما ناس دخلت، انا واحد من الناس دخلت بعد ما بدات المباراه ب 10 ولا 15 دقيقه، لانه الطريق كان زحمة كبيرة برشا، جماهير غفيرة كانت في المستوى، فما أمبيونس اللي توحشناها برشا، زيد اللقاء الكلاسيكو ليتوال والنادي الإفريقي يشد عفيشك حلو، وإن شاء الله تفرجنا في شوط أول ممتاز. الله غالب نتأسفوا، فما الإصابة بتاع صابر خليفة كسر على مستوى الساق اليسرى، إن شاء الله لاباس، باش يقوم بعملية جراحية في الساعات القليلة القادمة، نتمنى له الشفاء وإن شاء الله ملاعبنا نرجعوا نراوها الامبيونس اللي ريناها اليوم. حلوة برشا اشتقنا، توحشناها برشا بالحق، صافي بليزير. قعدت نخزر للملعب وعندي نقولوا مده تو عندنا 4 5 سنين ما شفناش، توحشنا الامبيونس تاع البيبليك، توحشنا الامبيونس، شفنا شويه ماتش ليتوال اسبيرونس كيف اليوم مع الكلوب، حلوه برشا. اما ان شاء الله يقعد ديما في النطاق هذايا، بالروح الرياضيه هذيا، بالتشجيع الباهي هذايا، ما غير ما نخرجوا على الخط كما يقولوا. حتى كي يصير خروج على الخط ماذا بينا يتعاقب السيد اللي عمل الفعل، ما يتعاقبش الجمعيه اللي تحرم من جماهيرها، خاطر في العالم الكل يصيروا كي يتعاقب الاول والثاني والثالث، توا العباد الكل ما عادش تتربى وما عادش تعرف. هو الاشكال اللي صار، باش نبداو واضحين واللي الناس الكل تعرفوا، هو الاشكال اللي صار بين اونتر لي جروب امام، معناتها هذاك هو المشكل الكبير، معناتها لو بروبليم ماجور اللي حتى ما نجم يلقى له حل، هو المشاكل اللي تصير اونتر لي جروب. ان شاء الله تو اللي رينا اليوم، فما ناس كل يتفرجوا مع بعضهم، من الناس كل ملمومين، جاوا باهي يشجعوا في الفريق، كسوا منا ولا منا، هذين نحبوه، ان شاء الله ما عادش نرجعوا لك المظاهر هذيك، باش ما تخليناش ناخذوا دي سانكسيون اللي تحرم الفريق الفرق، لكل خاطر فما جماهير ما عندها حتى ذنب، تحب تجي تتفرج وتشجع في نطاق الروح الرياضيه. صحيح، باهي كيف شفت الماتش، كيف شفت الكلوب اليوم زاد؟ والله ما تنجمش تشوف حاجه كبيره في لا روبتور اللي عشناها 3 شهور، ناس منقطعين على اللعب، لكن رغم هذايا فما ريتم، فما انفي، شفنا فترات وين النيفو طلع برشا، وشفنا فترات وين النيفو هبط، نيفو متقارب برشا. النادي الافريقي كان حارس اكثر على النتيجه، نجم الرياضي الساحلي وفي للطريقه نتاعو جديده، شاهدناها يلعب بنفس الاسلوب اللي يلعب به ضد الترجي، نفس الاسلوب اللي يلعب به اليوم ضد النادي الافريقي، وكانه روجي لومير قاعد يعطي في طابع جديد للنجم الرياضي الساحلي حسب ما يتوفر له من الملاعبيه وحسب ما يتوفر له من الامكانيات. بالنسبه للكلوب قناعتك اليوم شنو كيفاش شفت الفريق قاعد يتحسن؟ والله الفريق اليوم بالافكتيف اللي موجود توا، خاطر النادي الافريقي دعم الفريق نتاعو بخمسه ولا سته عناصر، النادي الافريقي نشوفوا لي دوبلور اليوم، ترى الذوادي على البنك، ياسين الشماخي على البنك، ترى الوليد اللي جاي من المستير اليوم ما ريتوش، علي العامري ما هبطش، هذوما الكل سي دي جوار تيتولير، سي دي جوار في كل وقت ينجموا يعملوا ديفيرينسا، صابر خليفه ونتمناو له الشفاء مره اخرى العاجل. يعني الانتدابات شنو رايك فيها؟ كونت زردوم كي هبط ما شفناش حاجه كبيره من، ما تنجمش تحكم على ملاعب في المباراه الاولى، خاصه يلعب ضد فريقه الثاني، يلعب ضد فريقه اللي كان فيه، ممكن راهو شو فما ملاعبي ياخذ طون دادابتاسيون، وفما ملاعبي يلزم يعاونوه على الادابتاسيون، فما ملاعبي سانتيجر من نهار الاولاني، هذوما الملاعبيه مش الكل كيف مش بنفس الشخصيه، مش بنفس الامكانيات، خاطر فما الامكانيات الشخصيه، الامكانيات الفنيه، الامكانيات الذهنيه، ربما في قادم الايام نجموا نحكموا عليه حكم قاطع، مباراه واثنين وثلاثه ما نجموش نكونوا قاطعين. برشا يلوموا على منتصر مثلا، يقول لك فما نتيجه لكن الاداء مازال ما تطورش في الكلوب. الاداء ما تنجمش، الملاعبيه هني قلت لك فما 5 6 ملاعبيه جدد، ما صارتش كومبيتيسيون عندنا 3 شهور، ما لقاناش قاعدين نلعبوا، صحيح لي ماتش اميكو يصلحوا باش تجرب فيهم، باش تشوف الملاعبيه باش كذا، ربما النادي الافريقي شو ديما الجمعيات الكبار
ثم كما نقولوا احنا سامحني في الكلمه نطمعوا ديما فيسح فيسح نحبوا نطمعوا من فوا نسمعوا ان دو تروا ركتمو اه سي الوجه مش يتبدل والمانيير ونطلبوا في كل شيء مع بعض اوسي بيان لو ريزولتا لا مانيير ما نجموش راهو النادي الافريقي كان في وضعيه خاصه عمنا وما نساوش اللي لعبنا الروليغاسيون حتى لدو تروا جورني قبل لا فان هذه ما لازم نشوف السنين وجه النادي الافريقي تبدل خيره بيان سور خير ان شاء الله نتحسنوا ان شاء الله نتحسنوا اما اذا فريمون النادي الافريقي باش يواصل بالامكانيات هذه القدام وقتها نجموا سبوز لا كيستيون مي بور لو مومون خليو الناس هيئه يوسف العلمي تقريبا عندها عام وبضعه ايام تخدم كيفاش تقيم العمل نتاعها هل مطمئن على مستقبل الكلوب مع الهيئه هذه اول حاجه ذوما ابناء النادي الافريقي وما نجمش نشك لحظه واحده في انهم يدخروا اي قطره عرق في خدمه النادي الافريقي شفنا بعض عده بوادر نتاع الناس مغرومه فما الغرام انا نمنو بحاجه انا نقول لهم فما حاجه برك تنجحك ما نخافش من حتى حاجه نخاف الانسان اللي مش يبدا مش مغروم اذا تبدا مغروم في خدمتك ولا مغروم في ما يدن راك تنجح حتى كان ما تنجحش برشا تنجح بنسبه معينه انا نقول الناس هذوما يحبوا ينجحوا ومادام فما حب النجاح مادام نجاح باش يجي مش اليوم غدوه مش غدوه بعد غدوه اما نجاح جاي نصبروا عليهم نعاونوهم انا با لو شوا راهو اسمعني مش الحل في كل عام وعامين نلقاو كيف ما مشيتش بدل لا لا مش هاي بدل واللي بعده عام وعامين وذاك الغلط اللي غلطناه قبل كونه ما نصبروش نورمالمون ان ماندا سي با دو دوزون باش نجم تعطيك نتيجه الرئيس يبدا يخدم ما ينجمش يعطيك ويعمل مشروع في عامين باش ينجح اللي يفوق شوف رؤساء 20 و25 سنه و15 سنه و16 سنه وتلقاه شوف نعطيك اكزومبل الرئيس اليوم رئيس اليوم اولاس هكا اولاس الى دوميني لو شامبيونا بوردون 12 ans و تشامبيونز ليغ توا اليوم ما عادش في اللي... ما عادش اليوم لكن الى توجور لا وبنى ستاد كبير اليوم وعمل ديزانفستركتور وباعوا واكبر ملاعبيه خرجوا من اليوم كريم بنزيما وغيره وغيره لازمنا نتعلموا نصبروا مالوروزمون احنا ما نصبروش